بالنسبة للمبادرة التي قمنا بها اقتداء بتوجيهات حكومتنا الفاضلة وبسيدنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رعاه الله واحفظه من كل شر، وبتوجيهات ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ربي يحفظه، قمنا بتخفيض تكاليف الزواج من حيث أنه يكون عرس السيدات من الساعة 4 لين الساعة 7. اغتدينا بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حيث آمر كل من يعرس في دولة الإمارات يكون عرسه من الساعة 4 لين الساعة 7 لتخفيض تكاليف الزواج على من يتزوجون في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبيض الله ويها أبويه سيف بن راشد بشاوي الغفلي على الفكرة الطيبة اللي قدمها في عرسي. قال العرس أمر بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنه يكون من الساعة 4 لين الساعة 7 للرجال، ونحن يا ولدي شو رأيك نخلي عرس الرجال وعرس الحريم من الساعة 4 للساعة 7. قلت له غايته يا أبويا واللي يسويه عدل، والحمد لله اتممت الأمور على خير وفكرته طيبة من توجيهات ولي العهد واللي قمنا بها والحمد لله. وأنصح كل مواطن أنه ناوي يعرس يسوي نفس النظام اللي قمنا به نحن، بيخفض عليه تكاليف الزواج وبينهلون عليه الضيوف، ما بيثقل على ضيوفه من حيث كانوا رجال ولا نساء.